السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خطة لتعيين 7500 منتسب بصفة عقد في الدفاع المدني. أعلنت مديرية الدفاع المدني عن حراك حكومي لتجهيز المديرية بآليات إطفاء حديثة، فيما أشارت إلى خطة لتعيين 7500 منتسب بصفة عقد. وقال مدير إعلام المديرية العميد جودة عبد الرحمن في تصريح للوكالة الرسمية أن مديرية الدفاع المدني تشهد مراحل من التطور والخبرات المتراكمة نتيجة لحوادث الحريق التي عملت على أخمادها وحوادث الإنقاذ، بالإضافة إلى الواجبات الأخرى. وأشار إلى أن الدفاع المدني يعد من الأجهزة المتطورة في المنطقة، وله ارتباطات وتعاون وخبرات ودراسات مع المكتب العربي للحماية المدنية في المغرب، وأيضا مع المنظمة الدولية للحماية المدنية والإنقاذ في سويسرا، فضلا عن حصوله على كتب شكر وتكريمات لضباطه تقديرا لخبراتهم. وأردف أن المديرية تسعى لإعداد خطط لتطوير المديرية من خلال الأفراد والآليات، منوها بأنه بدعم من وزير الداخلية فإن المديرية مقبلة على تجهيز آليات أطفاء حديثة تسهم في سرعة وتيرة العمل، فضلا عن تعيين بصفة عقد لنحو 7500 شخص. في سياق متصل أكد عبد الرحمن أن الاستعدادات اكتملت لفتح معهد الدفاع المدني، منوها بأنه سيرفد المديرية بالخبرات نتيجة للدورات التي ستقام للعاملين من ضباط ومنتسبين وأفراد وأكسابهم الخبرات الأكاديمية والنظرية والعلمية.